يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي، أول حلقات الأسبوع النهاردة، حلقة يوم الاثنين بتاريخ 4 أبريل 2022. يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم، مليان دايما بطاقة إيجابية وتفاؤل. خلينا في البداية نهني كل إخواتنا المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك. كل سنة وكل إخواتنا المسلمين طيبين وبخير، وكل الشعب المصري بخير وبسلام، وينعاد علينا وعليكم بكل خير دايما يا رب. خليني أذكر حضراتكم بفقراتنا زي ما احنا متعودين، بنبدأ دايما بفقرتنا الإخبارية. هنتابع فيها النهاردة نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس وأهم اللقاءات اللي قام بيها، إلى جانب طبعا معانا تقارير خاصة بنشاط الداخلية والعديد من الأخبار اللي بيكون معانا فيها مداخلات هاتفية عشان نعرف مزيد من التفاصيل. فقرتنا الثانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية، ده يكون من خلال ضيفتنا النهاردة أستاذة ماريان ناجي الكاتبة الصحفية، هنحلل معاها أبرز المنشطات السياسية الداخلية وأيضا الخارجية. فقرتنا الثالثة والأخيرة زي ما احنا متعودين كل يوم اثنين بتكون معانا يعني فقرة خاصة بالسياحة والأثار، هنتكلم النهاردة طبعا مع اقتراب خلاص أسبوع الآلام الأسبوع المقدس كل سنة وحضراتكم طيبين، هنعرف أكتر عن كنيسة أو تاريخ كنيسة القيامة بأورشليم، وهنتكلم بشكل تفصيلي عن شرح طريق الآلام للسيد المسيح. هنعرف تفاصيل أكتر عن كنيسة القيامة مع ضيفنا النهاردة أستاذ ذكي رمزي المرشد السياحي بالقدس والخادم بالأراضي المقدسة. خلينا نخرج في البداية مشاهدينا لفاصل ونرجع نبدأ أول فقراتنا، فقرتنا الإخبارية. خليكم معنا. بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا النهاردة نبدأ أول فقراتنا وهي فقرتنا الإخبارية، والبداية مع نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس واجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المسلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. كمان كان في اجتماع آخر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي أيضا رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. خلينا نتابع تفاصيل أكتر لهذه الاجتماعات مشاهدينا في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مع حضرتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توافرها في الأسواق على مستوى الجمهورية، وقد تم عرض موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن والأسماك، مع التأكيد على عدم وجود أي مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين في إطار التخطيط المسبق للدولة، بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط 6 شهور. وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما تم عرض جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلي بما يتناسب مع خطط الدولة في الإنتاج الزراعي وللتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية.
كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة. وقد وجه السيد الرئيس بأعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلاً. وقد شهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات في جنوب الوادي، وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد، فضلاً عن نتائج تحاليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلائم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلباً واستخداماً بسوق العمل، مما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية ويساهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة. مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا. اقتصادياً، أصدر البنك المركزي أمس قراراً بإعادة فتح حساب مصرفي لكل مواطن مجاناً، حيث بدأت البنوك المصرية بناءً على قرار من البنك المركزي بفتح حساب مصرفي لكل مواطن مجاناً، وذلك بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، حيث يتمتع الحساب بحزمة متعددة من الخدمات المصرفية الرقمية. ولتفاصيل أكتر عن هذا القرار احنا معانا عبر الهاتف دكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب في البداية. صباح الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين يا رب. أهلا بحضرتك معانا. بداية خلينا ناخد من حضرتك فكرة عن هذا القرار وطبعا الهدف منه. والله القرار ده يعني 2016 والبنك المركزي متبني هذا هذه الاستراتيجية، الاستراتيجية الشمول المالي. نعم. عشان يدمج تحت شعار حساب مصرفي لكل مواطن، من أجل دمج يعني المواطنين اللي هم ما لهمش حسابات في البنوك في القطاع الرسمي، يعني بيحولوا من القطاع غير الرسمي أو اقتصاد الظل الاقتصاد الحقيقي. طبعا ده بدأ كل سنة بيعمل بعض يعني التسهيلات والتيسيرات في فتح الحسابات عشان يشجع غير المنتمين للجهاز المصرفي للدخول ليه حتى يندمج في الاقتصاد الرسمي. طبعا السنة دي كان فيه يوم العالمي للمرأة في 8 مارس، فطبعا بدأ من 8 مارس حتى نهاية مارس، تصادف بعد كده اليوم العالمي للشمول المالي في شهر 4، فبدأ من شهر 4 كله لحد نهايته. ده يعني ايه كان نبذة مختصرة عن ايه استراتيجية الشمول المالي اللي بتبناها البنك المركزي من 2016 حتى الآن. القرار هيكون لمدة محددة يا دكتور؟ هو كل سنة بيبقى في شهر أو شهرين، بس تنزل في شهرين على أساس زي ما قلت تصادف اليوم العالمي للمرأة، كانت مناسبة جميلة من 8 مارس لحد نهاية مارس، وبرضه ايه في شهر نهاية 4 يعني. طب خلينا نعرف من حضرتك كمان يا دكتور أهم الخدمات اللي هتقدمها يعني البنوك على فتح الحساب. والله خدمات كويسة، خدمات يعتبر يعني مالية وخدمات إدارية، إن هو بيفتح حساب في هذه الفترة للناس اللي هم مش فاتحين حسابات، طبعا مش الفاتح خلاص، طبعا بدون مصاريف إدارية، دي برضو مهمة، بدون حد أدنى لفتح الحساب. زي ما حضرتك عارفة إن دايما يبقى في حد أدنى في بعض البنوك 5000 4000 على حسب، لكن ده بدون اي حد ادنى. الخدمه الثانيه ان هو بيديله بطاقه خصم مباشر اللي هو ديبت كارد، بيتيح له ان هو يتعامل مع ماكينات الاي تي ام على مستوى الجمهوريه في البنوك المختلفه. كمان بيديله اللي بيديله يشترك في الانترنت والموبايل البنكي وكمان حاجه المحافظ الالكترونيه الذكيه الالكترونيه اللي هي بتساعده في ان هو يسدد كل احتياجاته عن طريق الايه، عن طريق هذه المحفظه. صحيح. سواء ايداع او ايه او خصم منها. صحيح.
طيب على ذكر يعني مصطلح دكتور الشمول المالي اللي حضرتك قلته، خلينا نعرف من حضرتك يعني ايه الشمول المالي، ونعرف كمان يعني معدل الشمول المالي في مصر. الشمول المالي ده يعني من الاستراتيجيات الناجحه اللي الدوله بتتبناها، لان احنا طبعا زي ما احنا عارفين الاقتصاد غير الرسمي في مصر كان وصل اكتر من الاقتصاد الرسمي، كان 60%، والاقتصاد الرسمي او الحقيقي كان 40%. فطبعا ده كانت الدوله مش بنك مركزي بس، الدوله كانت بتسعى لتحقيق استراتيجيه شمول مالي كاحد الاستراتيجيات اللي مش هي الوحيده اللي بتدمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، ولكن هي اهم الاستراتيجيات المباشره للبنك المركزي، لان طبعا الشمول المالي ممكن واحد مثلا بياخد منتج حكومه، عداد كهرباء او كده، يقول له افتح حساب في البنك، ده غير مباشر، لكن دي الشمول المالي عن طريق البنك المركزي بشكل مباشر، ان انا بفتح لك الحساب نفسك بدون اي حاجه. طبعا ده من اجل دمج الاقتصاد الظل او الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وده كان من 2016 جت الاستراتيجيه بدات لحد دلوقتي، كانت بمعدل نمو سنوي 17%. يعني معدل نمو سنوي من 2016 لحد دلوقتي 17%. طبعا حققت نجاح كبير، طبعا لما تبقى 17% ده شيء كويس، ان هي جذبت شريحه كبيره ما كانتش بتتعامل بالقطاع المصرفي. ليه بنجذبها للقطاع المصرفي؟ على اساس او الاقتصاد الحقيقي، علشان يعني يتحمل بالالتزامات والواجبات ويستفاد بحقوقه وبالحقوق بتاعته. يعني هو مثلا من حقه ان هو ياخد تسهيل ائتماني، من حقه ان هو يعني لو منشاه او فرد حتى طبيعي بيبقى هو في النور، عايش في النور. ده بيساعد الدوله كمان ان هي يعني تطلع البيانات كامله عن حجم الاعمال وحجم الناس المدخرين، عشان تصدر القرارات او يعني بناء على هذه البيانات تصدر القرارات اللي هي الاساسيه للدوله. يعني صحيح. أنا بشكر حضرتك يا دكتور يعني على كل هذه المعلومات. بشكرك دكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور على هذه المداخلة. مشاهدينا، معنا تقرير خاص بجهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر في مجال الأمن العام. هنروح نتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي، ونرجع نكمل باقي مداخلاتنا. خليكم معي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1897 عنصراً إجرامياً، ومصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن. وسابق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وبحوزتهم 1042 قطعة سلاح ناري، من بينها 147 بندقية آلية، و130 بندقية خرطوش، و45 مسدساً، و719 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 231 متهماً، وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4107 قطعة سلاح ناري بحوزة 3392 متهماً، من بينها جيرينوف، رشاش، و524 بندقية، و363 بندقية آلية، و203 مسدس، و3013 فرد محل الصنع، وعدد من الطلقات، و484 خزينة، إضافة ل5221 قطعة سلاح أبيض.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة. نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 62 تشكيلاً عصابياً، ضموا 228 متهماً، قاموا بارتكاب 498 حادث متنوع. كما تم ضبط 546 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 267 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 439 متهماً. كما تم إعادة 21 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,169,697 حكماً قضائياً متنوعاً، من بينها 8,759 حكم جناية، وعدد 660,766 حكماً جزئياً، و 108,654 حكماً مستأنفاً، و 1,087,991 حكم غرامة، و 303,527 حكم مخالفة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تنفيذ عددا من مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة في القرى المستهدفة، وده طبعا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وللتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. في البداية رمضان كريم. صباح الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك معانا. خلينا ناخد من حضرتك في البداية يعني فكرة عن مجمعات الخدمات الزراعية، وطبعا كمان يعني نعرف الهدف منها. يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك. الحقيقة مجمعات الخدمات الزراعية دي واحدة من محاور تطوير وتغيير شكل الحياة في الريف المصري، طبعا لأن احنا عندنا الدولة المصرية مهتمية بإنشاء أو تغيير أسلوب أو تقديم خدمة لشكل المناطق الريفية، في اهتمام كبير بأن يكون هناك عمليات تنمية تحدث في الريف المصري زي ما كنا بنشوف عملية التنمية بتحدث في الحضر قبل كده. ويمكن طبقة الريف المصري ما حسوش بحجم الإنجاز اللي كان بتقوم به الدولة في فترات سابقة، حتى كان في بعض الفترات كان بيحدث يعني نسب نمو مرتفعة، ولكن سكان المناطق الريفية لو سألتيهم يقول لك لا احنا ما شفناش حاجة تحصل عندنا. النهاردة الدولة بتضخ في المناطق الريفية، ودي أول مرة بتحدث تقريبا، وده المشروع الأكبر على مستوى العالم مش بس مصر، على مر التاريخ مش دلوقتي. يعني مشروع بيضخ فيه 700 مليار جنيه. مجمع الخدمة الزراعية ده واحد من المكونات اللي بتشتغل عليها، لأن احنا بننشئ مركز بيطري، مركز خدمة بيطرية، وحدة زراعية أو جمعية زراعية، مركز إرشادي، مركز تجميع ألبان. تقريبا كل ما يحتاجه الفلاح المصري موجود في مكان واحد، بيقدم له كل احتياجاته باسعار او يعني بشكل لائق، ويبقى عندنا فرصه ان هو كمان يقدر يسوق البانه من خلال مركز تسويق او من خلال مركز تجميع الالبان، يقدر يحصل على الخدمات البيطريه من خلال الوحده البيطريه، يقدر يحصل على الخدمات الزراعيه من خلال الجمعيه الزراعيه، يقدر يحصل على كل انواع الارشاد اللي محتاجها من خلال مراكز الارشاد، وبالتالي يبقى فيه فرصة لخدمة حقيقية يحصل عليها الفلاح. واحنا بنستهدف ان احنا نوصل لكل القرى اللي بيتم تطويرها في مبادرة حياة كريمة من خلال انشاء مراكز الخدمة الزراعية في القرى الرئيسية، علشان تخدم كمان التوابع، وبالتالي بيكون فيه فرصة كبيرة لإحداث نقلات نوعية فيما يقدم من خدمات للفلاح المصري والمزارع المصري. دكتور، بالفعل يعني تم حصر لعدد المجمعات الزراعية اللي تم تنفيذها داخل الكرة المستهدفة؟ طبعا احنا عملنا اكتر من 330 مجمع زراعي بيتم العمل على انشاء في الوقت الحالي. احنا بالضبط 332 مجمع زراعي شغالين عليهم، وبيتم العمل على تطويرهم وانشائهم وتجهيزهم بالشكل اللائق لخدمة الفلاح والمزارع المصري. هايل.
طيب يعني احنا عارفين دور وزارة الزراعة اللي قايمة بيه طبعا لمواجهة جشع التجار، وبالفعل تم تنفيذ معرض السلع الغذائية بحديقة الأرمان. يعني هستغل وجود حضرتك معانا عبر الهاتف واسأل حضرتك طبعا وناخد فكرة عن هذا المعرض، وهل هيستمر كمان بعد يعني انتهاء شهر رمضان المبارك؟ يعني الحقيقة احنا عندنا مبادرة اسمها مبادرة خير مزرعنا الأهلين، احنا أطلقناها لتقديم كل المنتجات الممكنة للمواطن المصري بأسعار مناسبة. طبعا في ضمن هذه المبادرة احنا عندنا زي ما حضرتك قلت كده في سوق موجود في الأرمان، في الهرم، في 171 منفذ ثابت موجودين على مستوى الجمهورية، في مجموعة من المنافذ المتنقلة اللي بيتم دخلها تحت تصرف أجهزة الحكم المحلي. دلوقتي أصبح عندنا كل هذه الوحدات شغالة ومستمرة إن شاء الله في العمل لحد نهاية شهر رمضان. ويعني طول ما في احتياج الحقيقة أو طول ما في ضرورة للمواطن المصري إنه يكون في مثل هذه المنافذ، إن شاء الله إحنا كمان هنكون موجودين لتقديم كل شكل من أشكال التيسير على المواطن في الحصول على احتياجاته بأسعار مناسبة. نعم، بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكرك دكتور محمد الكرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث باسم الوزارة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نكمل باقي مداخلاتنا، خليكم معنا. فجر جديد بتشرق شمسه على كل مصر، طريق جديد بنرسمه للأجيال اللي جاية لحياة أجمل وأرقى. مشروع الإسكان بيغير حياة ملايين المصريين. مصر بتبني 20 مدينة جديدة بمواصفات عالمية قادرة على استيعاب 30 مليون نسمة. وبتوفر 8 مليون فرصة عمل جديدة. أنشأت مصر 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي و28 ألف وحدة إسكان متوسط، بالإضافة ل102 ألف وحدة إسكان للعشوائيات مجهزة بكل مستلزمات الحياة الكريمة. فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي، تم تنفيذ 236 مشروع لمياه الشرب وتنفيذ 609 مشروع للصرف الصحي، منها 506 مشروع للقرى. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 813 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. للنسور قدرتها أن تفرض الكلمة في معادلة امتلاك المدى. ولقوتها أن تحقق النصر في أعتى المحن. للنسور رغبتها في الانطلاق نحو آفاق المستحيل. إلى العلا تطير النسور لحماية سماء مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات، معلنة قوتها وقدرتها على تنفيذ أي مهمة توكل إليه. القوات الجوية المصرية، نسور السماء.
مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا. استعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريراً حول آخر تطورات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمصر. تفاصيل أكتر عن هذا الخبر احنا معانا عبر الهاتف دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. في البداية أهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى أهلنا في كل المحافظات المصرية فندم. أهلا بحضرتك يا دكتور معين. بداية خلينا نعرف من حضرتك يا دكتور عدد النقاط والمحافظات اللي بيشملها مسار العائلة المقدسة. يعني بالفعل في إطار التقرير اللي تلقاه مع الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حول آخر تطورات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة واللي بيتضمن 25 نقطة في عدد 8 محافظات مصرية، وهي شمال سيناء والشرقية والغربية، كفر الشيخ، البحيرة، القاهرة، المنيا، أسيوط، وده لمتابعة كمان التوقيتات اللازمة للانتهاء من كافة الأعمال. وطبعا يعني أشار تقرير لاستضافة الوزارة لعدد من الاجتماعات التنسيقية واللي تضمنت ممثلين لرئاسة مجلس الوزراء ووزارات السياحة والأثار والداخلية والخارجية والكنيسة القبطية، كذلك جهاز القومي للتنسيق الحضاري وغرفة شركات السياحة وممثلي الشركات السياحية المعنية، بالإضافة إلى ممثلي الثمان محافظات، وكمان الوحدة المعنية بالمسار في كل محافظة من المحافظات قامت باستعراض لفيلم مصور عن كل التطورات الخاصة بنقطة المسار بها وما تم إنجازه، لا سيما بالمحافظات اللي تم استكمال مسار بالكامل وافتتاحه فيها، وهي محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ، بالإضافة طبعا لما ذكروا ممثلي محافظات البحيرة والمنيا وأسيوط وشمال سيناء من جاهزية نقط المسار تماما واستعدادها للافتتاح، إضافة طبعا أنه تم الاتفاق على ضرورة زي ما أشار مع الوزير لو شعراوي ضرورة استئناف الجهود الوضع المسار على الخريطة السياحية الدولية والانتهاء من الخطتين الترويجية والاستثمارية المطلوبة للمسار، وده بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار والجهات والوزارات المعنية بالدولة المصرية. كذلك الأمر تم الإشارة إلى أهمية تأسيس لجنة أو شركة تتولى إدارة وصيانة المسار وكافة الأمور المتعلقة به في جميع المحافظات المصرية، بالإضافة إلى ذلك طبعا تقرير، هناك تقرير تلقاه مع الوزير بشأن قيام وفد من وزارة التنمية المحلية بزيارة تفقدية لنقاط المسار بمحافظتي المنيا وأسيوط نهاية شهر مارس الماضي، وده للتأكد من جاهزيتها للافتتاح، حيث بتضم محافظة أسيوط نقطتين من أهم نقاط المسار وهم دير العذراء بدرونكا والذي يقع بالجبل الغربي، حيث يوجد بدير كنيسة العذراء بالمغارة الأثرية، و النقطة الثانية وهي دير المحرق الذي يقع في مركز القوشية، وقد أقامت في العائلة المقدسة ما يزيد عن 6 أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها المقدسة، كما أن الدير بيضم الكنيسة الأثرية وهي الأقدم في العالم حيث دشناها سيد المسيح بنفسه، كما تضم محافظة المنيا دير العذراء بجبل الطير بصملوط واللي بتعد إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة، حيث مكثت في المغارة لمدة 3 أيام ووصلت إليها عبر النيل. طبعا كل هذا وذاك يا فندم شهدت زيارة الوفد وزارة التنمية المحلية عقد لقاءات مع مسؤولي المحافظتين والأديرة للوقوف على كافة الأعمال اللي تم تنفيذها في كل محافظة فيما يخص أعمال الرصف والإنارة والتشجير للخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والأثرية والسياحية لمشروع المسار، كما تم التأكيد على ضرورة استكمال باقي الأعمال المتبقية وهذا في أسرع وقت، بالإضافة بعض اللمسات الجمالية، ويشدد مع الوزير على الاهتمام الذي يريه السيد رئيس الجمهورية لهذا المشروع القومي. صحيح. من النواحي السياسية والتراثية والدينية والثقافية والسياحية للدولة المصرية وللعالم أجمع. دكتور طيب خلينا نعرف من حضرتك، هل في بالفعل محافظات تم جاهزيتها بشكل كامل، يعني في الوقت الحالي جميع الأعمال فيها بقت متكاملة لمسار العائلة المقدسة؟
ايوه فندم بالفعل، وتم افتتاحها وهي محافظات الشرقيه والغربيه وكفر الشيخ. كذلك الامر يعني في استعراض برضو محافظات البحيره والمنيا واسيوط وشمال سيناء، برضو استعرضوا جاهزيه نقاط المسار تماما واستعدادهم للافتتاح. طيب خليني اسال حضرتك كمان يا دكتور، هل يعني في اعمال بتتم بالتوازي مع تنفيذ مسار العائله المقدسه بالمحافظات، وده طبعا لرفع كفاءه الخدمات وتطوير يعني الاماكن المحيطه بها؟ لا شك يا فندم، خاصة رفع كفاءة البنية التحتية اللي موجودة من طرق، من إنارة، من تشغيل، من كمان إقامة وجاهزية المكان لكي يكون لائق باسم مصر في المنطقة والعالم. وكذلك الأمر برضو بعض الأماكن واللي فيها يعني صناعات تراثية وحرفية مرتبطة بالمكان وبطبيعته، دي كلها بيتم العمل على توازي برفع كفائتها. كذلك الأمر تنسيق يعني فيما يتعلق أعمال برضو الإنارة داخل المنطقة الأثرية للمسار، اللوحات الإرشادية والمرورية، مراكز لخدمة السائحين، وتنسيق المواقع بالنخيل، وإقامة برضو برجولات وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة، وإعادة إحياء وتطوير المناطق المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري، وطلاء بعض العقارات المجاورة. كذلك بعض أعمال البنية التحتية من تجديد للأسوار الخارجية لبعض الأديرة، إقامة بوابات وإنشاء مناطق لانتظار السادة السائحين والحافلات الخاصة بهم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب خليني أسأل من حضرتك، يعني كمان سمعنا أن في اقتراح من سيادة الوزير بتأسيس لجنة أو شركة تقوم بإدارة وصيانة المسار، أي مسار العائلة المقدسة، نعرف من حضرتك كمان أهمية هذا المقترح. طبعا من الأهمية بمكان أن يكون هناك جهة مسؤولة عن الإدارة والصيانة الخاصة بالمسار على مدى 25 نقطة، كذلك كافة الأمور المتعلقة به على مستوى التنسيق مع كافة المحافظات، مما لا شك فيه حيكون ده بيحافظ على إدارة الاستدامة في إدارة المسار بال 25 نقطة الخاصة به. طبعا من الأهمية بمكان أن يكون هناك جهة مسؤولة عن المشروع بأكمله، سواء كانت متمثلة في لجنة أو شركة تتولى إدارة وصيانة المسار، مما لا شك فيه من الأهمية بمكان الحفاظ على هذا. صحيح. بشكر حضرتك جدا يا دكتور على كل هذه المعلومات. بشكرك جدا دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا لحضرتك يا دكتور. شاهدين هنروح لفاصل ونرجع نكمل باقي مداخلاتنا، خليكم معي. افتح عينيك على المستقبل، شوف عن قرب. أرض الفرص بتفتح أبوابها، استعد لبداية جديدة. مصر بتفتح أبواب الاستثمار بثقة كاملة في قدراتها، بموقعها الجغرافي وبقوة بشرية وتعداد سكان 100 مليون، أكتر من نصهم شباب مستعد للعمل. مصر سوق مفتوح جاهز للاستثمار، جاهز للمستقبل، ومجهز بأحدث تكنولوجيا عالمية وعقول مبدعة وطموحة. سوق عمل جاهز بمختلف الخبرات. مصر وفرت بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للمستثمر، تسهل عليه المهمة بمراكز خدمة خاصة للمستثمرين في كل المحافظات، جاهزة ومجهزة لإنهاء كل الإجراءات في مكان واحد. مصر وفرت بيئة تساند وتدعم صغار المستثمرين ورجال الأعمال في كافة المجالات، مالياً، إدارياً، قانونياً، وتكنولوجياً، بمبادرة فكرتك شركتك. باع
بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 11 مليار و700 مليون جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. ده كان حالنا لسنين وسنين. مات أمرا طبيعيا أن يقضي المصريون أوقاتا طويلة في الظلام. الكهرباء في مصر كل يوم لكن الجدل بشأنها نقلة تسبب فيها. وبنفس التصميم والإرادة جاري الانتهاء من محطة الطبعة النووية. بلغ حجم استثمارات المشروعات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 614 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا. طبعاً كلنا متابعين الحرب الروسية الأوكرانية والخسائر اللي سببتها للعالم كله، وطبعاً الحرب دخلت في الأسبوع السادس، يعني كمان شفنا فيها مفاوضات لم تنجح، وطبعاً تدخل من مجلس الأمن ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية. لمزيد من التفاصيل وحول تطورات الأوضاع وآخر المستجدات في الحرب الروسية الأوكرانية معانا عبر الهاتف دكتور إسماعيل تركي، الباحث في العلوم السياسية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين. تحياتنا لحضرتك. بداية خلينا نعرف من حضرتك طبعا الخسائر اللي سببها الطرفين الروسي والأوكراني لدول العالم بأجمع. يعني خلينا أقول لحضرتك أن العملية العسكرية اللي قامت بيها روسيا على أوكرانيا منذ زي ما حضرتك قلتي أكتر من شهر ونص، يعني بدأت في فجر الخميس 24 فبراير، كان ليها تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد العالمي بالكامل، والاقتصاد العالمي اللي كان بيخرج من يعني أزمتين مستليتين، سواء كان التباطؤ الاقتصادي وتباطؤ النمو في العام 2018 أو حتى تداعيات أزمة كورونا اللي ضربت العالم في العام 2020، واللي كان يدوب بيتعافى الاقتصاد. جات الأزمة الأوكرانية والعملية العسكرية اللي تلقي مزيدا من الأعباء على الاقتصاد الدولي في عدد كبير من المسائل، أهمها هو ارتفاع أسعار الطاقة اللي بسبب هذه العملية والتخوفات من امدادات الطاقة الروسية سواء الغاز أو البترول. ارتفعت أسعار الطاقة فوق $100 للبرميل، وبالتالي زادت أسعار السلع والخدمات والشحن والنقل في كل أنحاء العالم، واللي أثر بشكل كبير على عدد كبير من الدول، ليست أوروبا فقط ولا أوكرانيا أو روسيا، وإنما على العالم كله، من المنطقة العربية اللي كان لها تأثيرات كبيرة على السلع والخدمات، على بعض يعني الأمور التي لها علاقة ب يعني سلاسل الغذاء، سواء كانت الحبوب. حضرتك تعلمي أن روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وأن منطقة الشرق الأوسط من الدول الكتير اللي بتعتمد في يعني استكمال غذائها، خاصة فيما يخص القمح وتوفيره على كل من روسيا وأوكرانيا. ودي مسألة يعني حسينا بها وشعرنا بها، يعني ضربت موجة من الارتفاع الأسعار في كافة السلع المنطقة العربية، وكان في تدخلات قوية من الحكومات في المنطقة، سواء كان عن طريق قرارات اقتصادية أو قرارات على الأرض لتوفير السلع وضمان استمرارها وتوريدها. وحتى على المستوى الاقتصادي كان هناك تدخل من البنوك المركزية، شفنا ده في مصر ارتفاع يعني الدولار لفترة معينة، تدخلت الحكومة المصرية بشكل كبير لإيقاف هذا الارتفاع أمام العملات المحلية، وبالتالي كان هناك مؤشرات إيجابية لضمان قوة الجنيه المصري وتأمين الاقتصاد بشكل أو بآخر. صحيح. طيب من وجهة نظر حضرتك يا دكتور، يعني الهدف اللي بتسعى إليه روسيا لهذه الحرب أو نتيجة هذه الحرب؟
شوفي حضرتك، روسيا ويعني يمكن من بداية ديسمبر الماضي الأزمة تصاعدت منذ شهور، وكان في 7 ديسمبر بالضبط كان هناك قمة افتراضية بين الرئيس بوتين والرئيس بايدن للتفاهم حول مجموعة من التخوفات التي تمس الأمن القومي الروسي، واللي اعتبرتها روسيا في الوقت ده خطوط حمراء. في 9 ديسمبر بعد اللقاء بيومين نشرت روسيا وثيقة الضمانات الأمنية أو مجموعة من المطالب كانت على رأسها عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، عدم وجود قواعد صواريخ هجومية متوسطة المدى على الأراضي الأوكرانية أو بالقرب من الحدود الروسية تهدد الأمن القومي الروسي، عدم توسع حلف الناتو شرقا ليضم دول أخرى لم تكن منضمة حتى الآن. تفاصيل كتير كان لها 9 مطالب نشرتها روسيا في الوقت ده، وانتظرت وانتظرت الردود الأمريكية وردود حلف الناتو، وجاءت كلها سلبية، وكانت التصعيد الذي وصلت به روسيا للقول أن اضطرت أو أجبرت على الدخول في العملية العسكرية لضمان أمنها. وأعتقد أنه كان أهم الأهداف اللي قامت بها من العملية اللي قامت بها روسيا في أوكرانيا هو نزع السلاح الأوكراني وتأمين المنطقة الجوار الجغرافي لروسيا وحماية السكان من أصل روسي في شرق أوكرانيا الدونباس. حضرتك تعلم أن كان هناك إقليمين يريدان الانفصال وهما لوهانسك ودونستك، واعترف بهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جمهوريتين منفصلتين قبل العملية بيومين فقط، ويعني برر هذا الأمر بأنه حماية للسكان من أصل روسي، وأن الجيش الأوكراني لديه خطط هجومية للقضاء على السكان في هذه المنطقة، وعمل تقريبا حاجة لها علاقة بالإبادة للسكان من أصل روسي في هذه المنطقة. هناك عدد كبير من الأهداف اللي أعلنتها روسيا كان من ضمن العملية العسكرية في بداية الأمر، كان هناك خطاب روسي على لسان الرئيس الروسي، خطاب مطول تحدث عن التاريخ والعلاقة التاريخية بين روسيا وأوكرانيا، وأنها كانت دولة واحدة ودائما ما كان الروس والأوكران تحت سيادة واحدة، وتفاصيل كتير. في نهاية الأمر هو كان لا يريد انضمام أوكرانيا لحلف الناتو. أعتقد أن بالعملية العسكرية دي تعقدت الأمور بشكل كبير في الداخل الأوكراني. الدولة عادت إلى الوراء 30 عاما، تدمرت مدن بالكامل، تدمرت البنية التحتية، تم القضاء على قواعد الجيش الأوكراني، الأمور عادت للوراء فترة زمنية ضخمة. الأمر الذي عقد المسألة سواء كان انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أو حتى الاتحاد الأوروبي، وبدأت المفاوضات بعد يمكن أسبوعين من العملية العسكرية سواء كانت في بيلاروسيا أو المفاوضات الأخيرة التي أجريت الجولة الخامسة الرابعة والخامسة في إسطنبول. صحيح. وبدأ الحديث على أن هناك تفاهم أوروبي وتفاهم أوكراني على مناقشة الوضع الحيادي لأوكرانيا، وهو ما كانت ترغب له أو ترغب فيه روسيا منذ بداية العملية أو قبل حتى بداية العملية العسكرية. صحيح. طيب دكتور، كان في تصريح لوزير الخارجية الأمريكي بيقول إن روسيا تعرضت لهزيمة استراتيجية في أوكرانيا. برؤية حضرتك السياسية يعني إيه هزيمة استراتيجية تعرضت لها روسيا؟ هو العملية العسكرية اللي قامت بها روسيا في أوكرانيا كان ليها هدف استراتيجي، هو إخضاع أوكرانيا بالكامل ودخول المدن الكبرى ودخول كييف حتى، ويعني السيطرة على أوكرانيا بشكل كبير، ومحاولة تغيير النظام وأن تكون هناك حكومة موالية لروسيا بعد أن كان هناك نداءات لتدخل الجيش لإزاحة الرئيس فلاديمير زيلينسكي المدعوم من الغرب بشكل كبير عن الحكم. وكان القادة الروسيين في كل المؤتمرات واللقاءات الصحفية يقولوا أن عدم وجوده سيسهل الأمر والتفاهم مع القادة الأوكرانيين اللي لهم علاقة بالجيش، لمحاولة حماية الدولة من
يعني تدمير المدن وتهجير النازحين. حضرتك تعلمي أن أوكرانيا أصبح لديها ملف ضخم من النازحين، أكثر من 3.5 مليون سواء مهجرين ونازحين خارج الحدود أو في الداخل. وبالتالي كان هناك هدف استراتيجي لتغيير القيادة في أوكرانيا وإخضاعها بشكل كبير، والتوافق بقى على مجموعة من الاعتبارات اللي ليها علاقة بنزع السلاح الجيش الأوكراني أو ضمان حيادياتها أو اتفاقيات مختلفة بشأن العلاقة مع روسيا ومع أوروبا في هذا لم يحدث. أنه الصمود الأوكراني و الدفاعات الأوكرانية وقوة الجيش إلى حد كبير في المدن الكبرى سواء كانت خاركيف أو كييف أو عدد من المدن لم تستطيع روسيا دخولها، ولم يتم تغيير القيادة الروسية، ما زال الرئيس فلاديمير زيلينسكي يقود عملية المقاومة ضد القوات الروسية. وبالتالي يعني بعد مرور يعني أكثر من 6 أسابيع بنتحدث عن أن هناك انسحابات جزئية وإعادة تموضع للقوات الروسية، وبدأ الانسحاب من ضواحي كييف والمدن المجاورة في غرب وشمال أوكرانيا، وتم التركيز على مجموعة المدن اللي لها علاقة بشرق أوكرانيا. وده يعد في الرؤية الكلية أن هناك عدم تحقيق للأهداف الاستراتيجية اللي وضعتها روسيا في أوكرانيا، ويتحدثون عن أن هناك هزيمة وانتصار للقوات الروسية لأنها لم تحقق الأهداف الكبرى التي تحدثت عنها. ولكن من ناحية أخرى أعتقد أن روسيا حققت مجموعة من الأهداف لها علاقة بتدمير قوة الجيش الأوكراني وتدمير عدد كبير من المدن والسيطرة على جزء من المدن في شرق أوكرانيا، تعقيد المسألة لأوكرانيا بشأن انضمامها لحلف النيتو، بداية الحديث وتفهم الأمر في حيادية أوكرانيا أن تكون في وضع محايد. كل هذه أمور كانت ترغب فيها روسيا منذ البداية. وبالمناسبة يعني أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تكن هي الخيار رقم واحد بالنسبة للروس، كانوا يريدوا التفاهم والتوافق وإيجاد خطوط ضمانات أمنية مكتوبة خطية من الغرب ومن أوكرانيا ومن النيتو لعدم القيام عملية عسكرية من الأساس. وعندما كانت الردود سلبية من كافة الأطراف لم يكن أمام روسيا إلا أن تقوم بهذه العملية لحماية الأمن القومي الروسي. وأعتقد أنه في هذه المرحلة بعد الانسحابات التكتيكية وإعادة تجميع الوحدات في شرق أوكرانيا والتركيز على المدن، يمكن القول أن استراتيجية روسيا وهي يعني الخبيرة بعملية استنزاف الجيوش داخل المدن الكبرى تغيرت بالكامل ولا تريد أن تدخل المدن الكبرى، وتم التركيز على عدد من المدن في شرق أوكرانيا وسواء كان إقليم الدونباس أو ماريوبول أو أوديسا أو المدن التي يعني تقع في شرق أوكرانيا والتي لها علاقة بالقرب الجغرافي مباشرة بالحدود الروسية. طيب خليني أختم مع حضرتك يا دكتور، ونعرف من حضرتك طبعا رؤيتك عن المتوقع خلال الفترة اللي جاية أو المرحلة اللي جاية، أو يعني إيه اللي ممكن نشوفه الأيام القادمة. خليني أقول لحضرتك أنه يعني هناك ضغوط أمريكية وأوروبية ضخمة فيما يخص العقوبات الاقتصادية على روسيا وعلى كل من يعاونها في هذه المسألة، وهو ما يسبب خسائر ضخمة سواء كانت للدول الأوروبية نفسها أو لروسيا وأوكرانيا والدول المتعاونة معها. وبالتالي الكل يتحدث عن أنه يمكن أن نصل بهذه العملية العسكرية إلى مفاوضات، الطرفين يجلسوا على مائدة المفاوضات ويتحدثوا عن مخاوفهم وعن التفاصيل التي يمكن القول أنها ترضي كافة الأطراف وتحفظ ماء الوجه. سيتم الحديث عن أن مجرد انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية يعد انتصار للأوكرانيين رغم تدمير الدولة وإعادتها للوراء 30 عاما على الأقل. سيتم الحديث عن أن روسيا قد يعني حققت جزء كبير من الأهداف الاستراتيجية أو الأهداف الموضوعة للعملية العسكرية، ليس أبعدها من ضمان حيادياتها ونزع سلاحها أو الحديث عن نوع تسليح معين لا يكون إلا بشكل معين ترضى به روسيا، وتأمين المدن التي في شرق أوكرانيا التي كانت تريد الانفصال، وإقرار أوكرانيا
بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم التي انضمت لروسيا في العام 2014 بعد استفتاء جرى في 16 مارس 2014، وهي أمور كلها كان يتم الحديث عنها من ضرورة عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا، الدخول بشكل قوي وإعادة السيطرة على إقليم شرق أوكرانيا الدونباس سواء جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك. كل هذه أمور ترضي روسيا أن يتم الاعتراف من أوكرانيا بأن شبه جزيرة القرم عادت إلى روسيا بشكل كبير أو بشكل نهائي، والحديث عن وضع خاص لجمهوريات شرق أوكرانيا الدونباس يحمي المدنيين من أصل روسي، ويتم السماح لاستخدام اللغة الروسية، وتهدأة الأمور فيما يمكن أن نسميها أن هناك مشاعر عدائية ضخمة تجاه روسيا، خاصة فيما يمكن القول عنهم أنهم هناك كتيبة أزوف وهي يعني متعصبة وشوفونية بشكل كبير وتتسبب في مشاكل ضخمة في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا. احنا في النهاية بنتمنى السلامة لكل دول العالم. أنا بشكر حضرتك جدا على التحليل السياسي الأكثر من رائع. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكرك دكتور إسماعيل تركي الباحث في العلوم السياسية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا دكتور. مشاهدينا فقرتنا الإخبارية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفية، وضيفتنا لكون معانا عبر الهاتف دكتورة أستاذة ماريان ناجي الكاتبة الصحفية. خليكم معانا. مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا، وخلينا نروح دلوقتي لفقرة السياحة والأثار. وطبعا مع اقتراب أسبوع الآلام الأسبوع المقدس، خلينا نتكلم بشكل تفصيلي عن تاريخ كنيسة القيامة بأورشليم وما يوجد بها وشرح طريق الآلام وآلام السيد المسيح، مع ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف أستاذ زكي رمزي المرشد السياحي بالقدس والخادم بالأراضي المقدسة. صباح الخير أستاذ زكي، وكل سنة وحضرتك طيب. على خير أستاذة ريني، وحضرتك طيبة، وكل السادة المشاهدين وكل إخواتنا المسلمين طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. خليني أبدأ مع حضرتك طبعا أول الأسئلة معايا، ونتكلم عن تاريخ كنيسة القيامة بأورشليم، ونتكلم كمان عن الموقع بتاعها بشكل تفصيل. هي كنيسة القيامة يبدأ تاريخها من القرن الرابع الميلادي لما جاءت القديسة الملكة هيلانا عشان تستكشف الأماكن المقدسة اللي خدم فيها السيد المسيح وتلاميذه ورسله. طبعا الملكة هيلانا بحكمتها وبإمكانيتها قدرت أن هي تستكشف الأماكن دي، وجدت مكان الصليب في مغارة الصليب، والصليب طبعا جنب جبل الجلجسة كان موجود تحت كومة كده من القمامة. فلما اكتشفت الصليب واكتشفت القبر وأماكن مقدسة كده، راح بنيت عليهم كنيسة القيامة في أورشليم. طبعا كانت الأسوار
كانت داخل يعني الأسوار تعتبر شرق المكان بتاع جبل الجلجسة، لأن كان الإعدام بيتم خارج الأسوار خارج المحلة زي ما ربنا كان في صفر العدد. كان قال لموسى النبي، قال رب لموسى قتلا يقتل الرجل يردمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة، فكان القتل خارج المحلة، وبذلك كانت الجبل الجلجسة كانت خارج الأسوار، نقلت الأسوار حركتها غربا بحيث خلت جبل الجلجسة والقبر المقدس وكل الأماكن دي تكون حاليا خارج داخل الأسوار. اللي بعد كده طيب كانوا لما لا أستاذ زكي، أنا عايزة أتوقف مع حضرتك بس في النقطة دي. إحنا عارفين إن المسيح سيد المسيح صلب على أو صلب خارج أسوار أورشليم ودفن يعني داخل المدينة، فازاي كنيسة القيامة بأورشليم بتضم مكان الصلب ومكان الدفن معا بشكل تفصيلي مع حضرتك؟ ما هو الـ هي كانت الوصية الكتابية ان الإعدام يتم خارج المحلة. نعم. لما جات الملكة هيلانا ولقيت الوضع ده، هي رأت ان ما ينفعش ان احنا نكون في الأسوار ويبقى خارجها الأماكن المقدسة دي ان هي تكون خارج الأسوار. فهي قامت بتوسيع الأسوار بنفسها، مدتها من الناحية الغربية لان هو الجبل الجلجسة كان غرب الأسوار، فمدت الأسوار وسعتها بحيث ان اصبحت من وسعها تضم مجمع كنائس القيامة بداخلها، لأن كنيسة القيامة مش كنيسة واحدة، هو مجمع من الكنائس فيها جبل الجلجسة وفيها القبر المقدس وفيها مغارة الصليب وكل مكان من الأماكن دي فيه أكتر من مسبح. فده اللي خلى حاليا الكنيسة القيامة بداخلها من جبل الجلجسة والقبر ومغارة الصليب داخل أسوار أورشليم في البلدة القديمة. تمام. طيب خلينا نروح مع حضرتك كمان يا أستاذ زكي ونتكلم ونشرح بشكل مفصل مراحل طريق الآلام في الخطوات اللي سبقت كنيسة القيامة. طريق الآلام مقسم، قسموه أبائنا تاريخيا كده التاريخ يعني اللي استلمناه، إلى 14 مرحلة، 9 مراحل في الطريق، بداية من البوابة الشرقية من أسوار أورشليم، نهاية بغرب يعني بالقرب من غرب البلدة القديمة اللي هي كنيسة القيامة. اتقسمت إلى جزئين، جزء في الطريق في الشارع اللي الناس بتمشي فيه، وده متقسم لتسع مراحل. الجزء الثاني 5 مراحل موجودة داخل كنيسة القيامة. دول تقسيمة طريق الألام من المرحلة الأولى لغاية المرحلة الـ14، من 1-9 في الشارع في الطريق برة، ومن 10 لغاية 14 دي بتبقى داخل كنيسة القيامة. هل في مسميات لمراحل الطرق دي؟ بتتسمى برقم المرحلة، لأن حاطين على كل مرحلة لوحة كده نحاسية مدورة كبيرة وعليها الرقم، وفي كنائس بتتسمى بأسامي زي ما هنشوف بأسامي خاصة بيها يعني بسبب الحدث اللي تم في هذه المرحلة. يعني في نفس المكان ولا بيكون في مكان مختلف؟ يعني هو في نفس المكان، يعني في نفس المرحلة اللي تم فيها الحدث ده بتقام كنيسة على هذا المكان اللي تم فيه الحدث اللي هنتكلم عنه بنعمة المسيح. طيب خليني أروح مع حضرتك ونتكلم عن مراحل الألام اللي بيقع موقعها داخل كنيسة القيامة بأورشليم. لا، هو البداية في الطريق اتفضل، والنهايه بتبقى في داخل كنيسة القيامة. فهنبدأ من الأول اتفضل. لو خدنا كده التسع مراحل وأستاذنا المخرج هيتابع معنا بالصور، الصور بتعرض بالفعل، اتفضل. هنلاقي المرحلة الأولى، المرحلة الأولى دي اللي هي دار الولاية اللي كان فيها بيلاطس البنطي، أخدوا السيد المسيح، ويقول لنا كده في إنجيل يوحنا: حينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه وألبسوه ثوب إرجوان. فالمرحلة الأولى اللي هي كانت دار الولاية عند بيلاطس البنطي، جردوا المسيح من ملابسه، جلدوه 39 جلدة ولبسوه إكليل الشوك، وطبعا كانوا حاكمين عليه بالموت. دي المرحلة الأولى بطريق الألام، ودي الصور 1 و2 و3 للمرحلة الأولى. نيجي للمرحلة الثانية، ودي هتبقى الصورة رقم 4 اللي هي قدام دار الولاية كده، نزلوا السيد المسيح وهو عليه إكليل الشوك والجلد، أثار الجلد على جسمه، وشيلوه الصليب. المرحلة الثانية
بتبقى حمل الصليب، ودي تحولت إلى كنيسة اللي المسيح حمل فيها الصليب في هذا المكان. دي المرحلة الثانية اللي هي المفروض الخامسة، بس دي في المرحلة الثانية. دي المرحلة الثانية. تمام. المرحلة الثالثة تفضل، اللي هي مش السيد المسيح بالصليب، ومن تقل الصليب شايل تقريبا شايل شجرة على 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 كتفه وماشي بيها. ودي الصور رقم 5 و6. نعم. اللي هي وقوع السيد المسيح بالصليب للمرة الأولى. تمام. المرحلة الثالثة حدث فيها وقوع السيد المسيح بالصليب للمرة الأولى. دي المرحلة الثالثة، قام المسيح وشايل الصليب، وكانت أول لقاء للسيد للعذراء مريم بالسيد المسيح بعد ما اتقبض عليه يوم الخميس مساء. كان أول لقاء للعذراء مريم، فاعتبروا لقاء العذراء مريم بالسيد المسيح هي المرحلة الرابعة، ودي اللي هي الصور 7 و8 اللي هو لقاء العذراء مريم بالسيد المسيح وهو حامل صليبه. دي المرحلة الرابعة. طبعا في مراحل ذكرت في الكتاب المقدس، وفي مراحل استلمناها بالتراث وبالتاريخ. بعد لقائه بالعذراء مريم كمل بالصليب في طريقه ماشي، طبعا تعب من تقل الصليب، كان هيقع على الأرض، سند كده على صخرة. فلما سند على الصخرة ولسه الطريق للجلجسة طويل والطريق مرتفع، وهو طول ما احنا ماشيين في اتجاه جبل الجلجسة الطريق بيعلى بيرتفع. وجدوا شخص راجع من الحقل اللي هو سمعان القيرواني، يذكر لنا كده في مرقس 15، فسخروا رجلا مجتازا كان أتيان من الحقل وهو سمعان القيرواني أبو إلكسندروس وروفس. دي المرحلة الخامسة اللي هي الصور 9 و10 و11، ومسمينها مرحلة سمعان القيرواني. دي المرحلة رقم 5 بطريق الآلام. كمل السيد المسيح المسيرة وشايل صليبه، سمعان بيحمل الصليب وراه، وتيجي إنسانة مؤمنة إيمانها قوي اللي هي القديسة فيرونيكا، وتجتاز كده من الزحام وبالمنديل بتاعها تمسح وجه المسيح. اعتبر المكان ده المرحلة السادسة اللي هي الصور رقم 12 و13 و14، وسميت هذه المسيحة اللي المكان ده اتعمل كنيسة وسميت بكنيسة وجه المسيح. المرحلة السادسة لطريق الألام، والقديسة فيرونيكا هي زوجة القديس زكا العشار. القرن الخمستاشر أقر أباء الكنيسة إن المرحلة إن المنزل فيرونيكا هو المرحلة السادسة بطريق الآلام. تمام. كمل السيد المسيح شايل الصليب ومتجه في اتجاه جبل الجلجسة، وفي مكان معين وقع بالصليب وقوع كامل. ودي المرة الثانية اللي فيها يقع السيد المسيح، يعني أول وقوع كان في المرحلة الثالثة، والوقوع الثاني كان في المرحلة السابعة، ووقوعه للمرة الثانية اعتبرت المرحلة السابعة، ودي الصور رقم 15 و16. نعم. كمل السيد المسيح بعد ما وقع قام، وهو في الطريق يذكر لنا لوقا الطبيب في إنجيله يقول وتابعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنا يلطمن أيضا وينحن عليه، فالتفت إليهن يسوع وقال يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. المكان ده اللي لقاء السيد المسيح بالنسوة اللي بيبقوا يلطموا عليه اعتبر المرحلة الثامنة بطريق الآلام، اللي هي الصورة رقم 17. بعد كده كمل السيد المسيح في طريقه للمرحلة اللي هي بقى رايحين على المرحلة التاسعة اللي هي آخر مرحلة في الطريق برة، اللي هي المرحلة التاسعة، ووقوع السيد المسيح بالصليب للمرة الثالثة. دولت الثلاث مرات اللي السيد المسيح وقع فيهم بالصليب. صحيح. دي الصور المرحلة رقم 9، الصور رقم 18 و19، وهذه المرحلة اللي نحن نملكها كأقباط. المرحلة التاسعة فيها دير الأنبا أنطونيوس الأقباط الأرثوذكس، فيها الكنائس مجموعة من الكنائس، فيها كان مدرسة باسم الكلية الأنطونية، يعني منطقة كبيرة للأقباط الأرثوذكس في المرحلة التاسعة، ودي الملاصقة لدير السلطان ولكنيسة القيامة. كده دولت التسع مراحل
لآلام السيد المسيح في الطريق، بداية من شرق البلدة القديمة قرب البوابة الشرقية اللي هو باب الأسباط لغاية قرب كنيسة القيامة. طب نتكلم عن مراحل الآلام داخل الكنيسة. تمام كده هندخل كنيسة القيامة، واللي يدخل بعد كده كنيسة القيامة بعد ما يمر بالمرحلة التاسعة في منطقة الأقباط بيعدي من داخل دير السلطان. دير السلطان فيه بوابة كبيرة ناحية دير الأقباط، وبعد كده من جوه الناحية التانية فيه بوابة صغيرة ناحية كنيسة القيامة. فالناس الزوار اللي بيمشوا في طريق الآلام بيمروا من البوابة الكبيرة يعدوا في دير السلطان، يخرجوا من الباب الصغير على بوابة كنيسة القيامة. فلما ندخل كنيسة القيامة فيه خمس مراحل لآلام السيد المسيح، فبعد كده هتبقى المرحلة العاشرة. المرحلة العاشرة اللي هي الصورة رقم 20 دي بيسموها المحبس أو المقطرة، وده مكان لتكتيف المحكوم عليه بالموت أو بالإعدام، وما كانوش بيكتفوه من إيديه بس، كانوا بيكتفوه من رجليه. يبقى فيه فتحتين في الأرض أو لوح من الخشب فيه فتحتين، ويسقطوا رجلين المحكوم عليه في الخشبة دي. وده حصل قبل، حتى بعد كده بولس الرسول يقول في خدمته ضبطوني في المقطرة، برضو أتعرض لي إن هو يتكتف في المقطرة دي من رجليه. ودي المرحلة رقم 10 اللي هو محبس السيد المسيح، ودي أول مرحلة داخل كنيسة القيامة. تمام. بعد ما جهزوا مكان الصلب وجبل الجلجسة اتحركوا بالمسيح داخل كنيسة القيامة، فالممرات اللي جوه كنيسة القيامة تحتوها هي جزء من طريق الآلام. هنروح للمرحلة رقم بعد كده رقم 11 ورقم 12، دولت فوق جبل الجلجسة، ودي الصور 21 و22. لما نطلع على جبل الجلجسة حطوا الصليب على الأرض ونيموا السيد المسيح على ظهره على الصليب وصمروا إيديه ورجليه، ودي برضو ذكرت في الكتاب المقدس لما توما تقابل بالسيد المسيح، وتوما كان دايما بيحب يتأكد، فقال توما في يوحنا 20 إن لم أبصر في يديها أثر المسامير وأضع أصبعي أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. والسيد المسيح وراء أثر المسامير وأثر الحربة اللي في جنبه. دي كانت المرحلة رقم 21، آسف المرحلة رقم 11، الصورة رقم 21. تمام. جنب منها على طول اللي رفعوه على الصليب، ودي اعتبرت المرحلة رقم 12. فيبقى كده المراحل 11 و12 أعلى جبل الجلجسة داخل كنيسة القيامة. ولذلك جوه كنيسة القيامة في سلمين، سلم يطلع إلى جبل الجلجسة وسلم ننزل منه. دول مراحل 11 و12. السيد المسيح طبعا صلبوه في الساعة السادسة. وأسلم الروح في الساعة التاسعة. ونزلوه من على الصليب في الغروب الساعة 11، نزل تحت، والمكان اللي نزلوه فيه كان القديس سمعان الرامي، يوسف الرامي ونيقوديموس، أخذوا جسد السيد المسيح. صحيح. وطيبوه. وهنا حجر التطيب، المرحلة رقم 13 اللي هو الصورة رقم 23 بحجر التطيب، يقول لنا كده في متى 27، فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي. دي المرحلة رقم 13 وقبل الأخيرة داخل كنيسة القيامة. لما طيبوا جسده ولفوه بالكتان دخلوه جوه القبر، والقبر هنا هو آخر مرحلة اللي هي المرحلة رقم 14 والأخيرة، وطبعا ذكرت في كل البشائر الأناجيل المقدسة في متى 27، يقول ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحطه في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. دولت كده الـ14 مرحلة لطريق الألام، 9 مراحل في الطريق وخمس مراحل داخل مجمع كنيسة القيامة. يعني أنا بشكر حضرتك يا أستاذ زكي على الشرح التفصيلي والمبسط، قدرنا نستوعب مراحل أو طريق الألام وبالشكل اللي هو يكون متقسم لمراحل، وطبعا الصور كان في توضيح أكتر. بشكر حضرتك جدا، وكل سنة وحضرتك طيب. في أستاذة ريني لو حابين نعمل تلخيصة سريعة نقدر، لو عندنا وقت نعمل تلخيصة. احنا للأسف سريعة. للأسف وقتنا لوقت الفقرة انتهى، بس إن شاء الله يكون يعني في لقاءات أخرى مع اقتراب أسبوع الألام. أنا بشكر حضرتك جدا، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك شكرا طيب. لحضرتك وكل السادة المشاهدين. بشكرك أستاذ زكي رمزي المرشد السياحي بالقدس والخادم بالأراضي المقدسة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا هروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة، فقرة الصحافة، خليكم معنا.
مرحب بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة، فقرة الصحافة اللي بنحل فيها أبرز المنشطات الصحفية مع ضيفتنا اللي معانا عبر الهاتف أستاذة ماريان ناجي الكاتبة الصحفية. صباح الخير يا أستاذة ماريان. صباح الفل، أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك. صباح. هبدأ مع حضرتك أول منشطتنا بداية مع نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توافرها في الأسواق على مستوى الجمهورية، وتم عرض موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن والأسماك، مع التأكيد على عدم وجود أي مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين، وده طبعا في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط 6 أشهر. ووجه الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. بداية يا أستاذة ماريان، يعني نتكلم مع حضرتك طبعا عن أهمية هذا الاجتماع طبعا في هذا التوقيت ومع بداية شهر رمضان، ويعني توافد الناس على استهلاك السلع الأساسية، واهتمام الرئيس دايما بأنه يكون في مخزون كافي لكل السلع الرئيسية والأساسية. في الحقيقة الدولة المصرية في الوقت ده بتحاول تسيطر على الأسواق نتيجة يعني تضخم الأسعار واللي احنا بنعاني منه، ومش مصر بس اللي بتعاني منه، ده نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. كتير من الدول اتأثرت وتأثر الاقتصاد بتاعها وتأثر الأسعار بتاعت الأسواق بتاعتها، وإحنا من ضمن الدول دي. فخلينا نقول إن الدولة بالاجتماعات دي بتحاول تبعت رسائل إن في مخزون وإن إحنا موجودين وبنسيطر على الأسواق، تمام. وفي بعض المعارض اللي بتحاول تدعم وجهات نظر الدولة في السيطرة على الأسواق، زي معارض أهلا رمضان وتوفير السلع المتوفرة في كل أنحاء الجمهورية على مستوى المحافظات، وبنناشد برضو بمزيد من السيطرة على جشع التجار اللي بيلجأوا للتخزين، وبيساهم ده طبعا في تضخم الأسعار ووجود أزمة تانية وثالثة. فاللي هي طبعا يعني أنا شايفة أن الأزمة ديت مش في مصر بس، بره كرر بس النقطة ديت، لأن في ناس كتير بتقول إحنا مالنا ومر الحرب الأوكرانية. لأ، الأزمة ديت أثرت على دول كتير إحنا من ضمنهم. صحيح. تمام. فخلينا نقول برضو إن إحنا إن في عقوبات قد تصل إلى الغرامة والحبس لبعض التجار، وده إحنا بنناشد برضو بمزيد من السيطرة على الأسواق عشان بس المواطن ما يدفعش الثمن مرتين. يعني أنا حابة يعني أبرز مع حضرتك فكرة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف، اهتمامه بشكل شخصي، أنه طول الوقت هو بيهتم بأن يكون في سلع أساسية تكفي كل المواطنين بأسعار مناسبة لكل المواطنين. طبعا الرئيس مهتم جدا 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 بالمسألة دي، بدليل الاجتماعات، بدليل الرسائل اللي دايما تقول يا جماعة احنا عندنا مخزون شهر واثنين وثلاثة وستة، في معارض بتساعد الناس بأسعار كويسة جدا غير السوق بأقل كتير. برضو سيادة الرئيس في حوار العيش دوت، يعني هو حدد الأسعار كان تصل لـ2 جنيه وتصل لأكتر من كده كمان في بعض الأسواق، هو خلاها جنيه واحد للرغيف، وده طبعا دليل قاطع على أنه يعني بيرى مشاكل الناس بشكل أو بآخر. صحيح. طيب احنا لسه مع نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، معانا منشط آخر. الرئيس السيسي يتابع نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة،
تفاصيل الخبر بتقول اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والسيدة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة. وجه الرئيس بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة بمصر من جميع الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلا. وشهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات في جنوب الوادي، وكذلك توفير أو جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد، فضلا عن نتائج تحليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلائم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلبا واستخداما بسوق العمل، مما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، والأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية ويسهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيرة. نتكلم مع حضرتك كمان أهمية هذا طبعا الاجتماع وأهمية فكرة تجربة زراعة القطن قصير التيرة في مصر. خلينا أقول لك أن زراعة القطن قصير التيرة بيوفر على مصر مليارات الدولارات اللي بتستنزف في شراء الأقطان يعني قصيرة التيلة من الخارج. فتوفير الزراعة ده هيوفر لنا كتير من المليارات المستنزفة اللي بنلجأ ليها عشان خاطر نشتري ده من الخارج. تمام. معظم مصانع الغزل والنسيج بتعمل قطن، يعني بتشتغل على القطن دوت لتوفير بعض الملابس والمنسوجات وإلى آخره، فده مهم جدا توفيره بشكل محلي. عشان كده الدولة المصرية بتحرص والتوجيهات الرئيس التوجيهات الرئيس بيحرصوا على توفير زراعته محليا. تمام. التوسيع في زراعة القطن قصير التيلة بيؤدي لزيادة المساحات المزروعة من القطن، وبذوره برضو بيتم صناعتها في الزيوت وفي الأعلاف، وده جانب آخر من المسألة. وفي نوفمبر الماضي كمعلومة يعني ان وزارة قطاع الأعمال من سامعين حضرتك يا أستاذة ماريان، اتفضلي. نوفمبر الماضي أعلنت وزارة قطاع الأعمال إن نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات لعام 2021 العام الماضي بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة إن في 218 فدان تم استصلاحهم، وبدأوا في الاستصلاح في هذا الأمر تقريبا منذ عام في 2021 في نوفمبر. وجاء ذلك في إطار تقليل فاتورة الواردات يعني وتوفير مستلزمات الإنتاج محليا في ضوء توجيهات حكومة الرئيس. صحيح. طيب خليني اروح مع حضرتك استاذة ماريان لمنشات اخر معانا خاص بنشاط رئيس الوزراء وتصريح لرئيس الوزراء بيقول نعمل حاليا على دفع الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الانتاج. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وده كان لاستعراض عدد من ملفات العمل. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الحكومة بتعطي أولوية قصوى لملف الصناعة وتعمل على تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإقامة استثمارات صناعية في المجالات المختلفة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد فإنه على مدار الفترة الماضية تم عقد عدد من الاجتماعات لبحث سبل دفع الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، موضحا أن الهدف من وراء كل هذه الجهود هو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب الصادرات من هذه المنتجات. نروح لملف الصناعة مع حضرتك أستاذة ماريان ونتكلم عن أهمية هذا الاجتماع أيضا. في الحقيقة الدولة المصرية بتحاول دفع الصناعة الوطنية بشكل أو بآخر، يعني كل الهدف دفع الصناعة الوطنية والاهتمام بيها حتى لو كان الأمر مش بالسهل، لكن هناك خطوات جدية على أرض الواقع في دفع الصناعة الوطنية. ده طبعا محاولات التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهدف تعميق الصناعة المحلية ودفع عجلة الصناعة الوطنية، دي كلها خطوات ناتجة عن الكثير من الجهود للدولة المصرية على أرض الواقع ومش كلام يعني. طبعا عايزين نذكر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي أشارت ليها وزارة التجارة، القيام جهاز المشروعات الصغيرة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أمازون، ده خطوة مهمة جدا عشان استخدام الإنترنت في الترويج للمنتجات وبث المنتجات عبر أمازون وعملائها وتوفير منتجاتها للملايين من عملاء أمازون. دي أنا شايفاها أنها خطوة جيدة جدا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
طيب خليني أربط مع حضرتك يا أستاذة مريان ما بين يعني دعم الصناعة دايماً، الصناعة المحلية، وفكرة الاقتصاد أو الوتيرة الاقتصادية اللي احنا ماشيين فيها. هل ده بيساعد على زيادة نسبة الاقتصاد المصري، وإن احنا أو بيأكد لنا إن احنا ماشيين على المسار الاقتصادي السليم؟ طبعا لما أنا أدفع عجلة الصناعة المحلية وأدفع الصناعة الوطنية، طبعا ده بيساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصادنا، في معالجة المشاكل الاقتصادية اللي عندنا، في تهدئة الأسعار. كمان الحكومة بتبذل مجهود إنها بتسهل على المستثمرين إن أي مستثمر يقدر يعمل إجراءاته بسهولة، بتسهل الخطوات، وهي إدت تعليمات وتوجيهات بتسهيل الإجراءات للناس اللي عايز تستثمر. ده طبعا بيفتح لينا مجالات وأسواق. طبعا صحيح. طيب خليني أروح مع حضرتك خارجيا ونتكلم عن الأزمة الروسية الأوكرانية. معانا منشط خاص بمجلس الأمن الروسي بيقول سنصدر الغذاء والمحاصيل إلى الدول الصديقة فقط. أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن بلاده ستصدر الغذاء والمحاصيل إلى الدول الصديقة فقط وبعملة الروبل أو بعملات تلك الدول. وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حضر الجمعة الماضية من أن روسيا التي تعتبر مصدراً رئيسياً للقمح في العالم قد تقصر في بيع إمدادات المنتجات الزراعية على الدول الصديقة فقط وسط العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية. نتكلم مع حضرتك طبعاً عن هذا المنشط وأهميته، وطبعا ده يعني اعتقد تصريح من روسيا بانه مش هيكون في تصدير للقمح بشكل كبير غير لدول محدده. خليني اقول لك ان قائمه الدول ما فيهاش مصر، وده المهم عندنا. تمام. ده غير ان روسيا بالفعل مورد رئيسي للقمح في افريقيا والشرق الاوسط، والاتحاد الاوروبي واوكرانيا بشكل مباشر المنافسين الرئيسيين لهم في تجاره القمح. ده ماديا كده. بس خلينا نقول ان الحكومه اعلنت كتير ان في استراتيجي موجود ومتوفر لدينا لا داعي للقلق. وبدات الحكومه تنفيذ استراتيجيه توفير احتياجات مصر من القمح، دي استراتيجيه جديده. ومركز البحوث خد خطوات جاده نحو مضاعفه انتاجيه محصول القمح وزياده المساحات المزروعه. تمام. ده هينتج عن زياده الساعات التخزينيه من محاصيل الحبوب وتقديم محفزات مالية للمزارعين. ده هيساهم في وجود أكثر من 10 ملايين سنويا من إنتاج القمح. فما فيش داعي للقلق من موقفنا كدولة يعني. طب يعني إحنا الدول الصديقة دي ذكروا الدول الصديقة مين؟ لا، هم أهم حاجة عندنا إن ما فيش دول عربية ولا أفريقية. ما فيش ولا دولة من الدول الصديقة ولا دولة عربية ولا أفريقية لا تحتوي القائمة على دولة عربية أو أفريقية، وده المهم عندنا إحنا طبعا. لكن إحنا يعني نطمن الناس إن إحنا يعني الدولة بتهتم بأن يكون في مخزون استراتيجي كافي، وطبعا ده على أولوية إن دايما الرئيس بيتابع ده بنفسه وبيعمل اجتماعات بيقول وبيأكد إن في اجتماعات للحكومة بشكل يعني على طول الحكومة بتعلن عن اجتماعاتها، وعلى طول في اهتمام للإعلان والإطمئنان الناس إن في مخزون استراتيجي لست شهور قدام، وفي استراتيجيات جديدة لتوفير القمح. زي ما قلت لحضرتك إن مركز البحوث أخذ استراتيجية جديدة لتوفير القمح، ده غير إن إحنا عندنا أوريدي مخزون الحمد لله. طيب احنا لسه مع الحرب الروسية الأوكرانية. معانا منشط خاص بتصريح لروسيا بتقول الحديث عن ارتكاب الجيش فظائع في بوتشا حملة إعلامية مزيفة. قالت وزارة الخارجية الروسية إن الحديث عن ارتكاب الجيش فظائع في بوتشا حملة إعلامية مخططة ومزيفة وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية. وفي وقت سابق قال ديمتري ياسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكريملين إنه عاجلا أم آجلا أوروبا ستجري حوارا مع روسيا إذا قبلت الولايات المتحدة الأمريكية أو رفضت. وأضاف المتحدث باسم رئاسة روسية نأمل في التوقيع على اتفاق مع أوكرانيا كنتيجة للمحادثات، موضحا أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستحقق كل أهدافها. وتابع المتحدث باسم رئاسة روسية لا نريد عرقلة شراء الشركات الغربية للغاز الروسي، موضحا أن العقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تظهر أن الغرب قادر على ارتكاب أي حماقة. نتكلم مع حضرتك كمان عن هذا المنشط.
خليني اقول لك بس الموقف، اشيد بموقف مصر بشكل عام من الموقف من الحرب الروسيه الاوكرانيه في الوقت اللي ايدت فيه مصر قرار الامم المتحده بالمطالب بانسحاب القوات الروسيه من اوكرانيا، رفضت توظيف العقوبات الاقتصاديه ضد موسكو في الازمه. ده بيشير ان يعني ناخد موقف مدروس في الحقيقه، بنشيد بيه من الدوله المصريه. فعقب تصويب مصر لصالح قرار جمعيه العامه للامم المتحده الى جانب 141 دوله اخرى المطالبه بانسحاب القوات الروسيه، اصدرت بيان على لسان مندوبها رفضت في توظيف العقوبات الاقتصاديه خارج اطار اليات النظام الدولي متعدد الاطراف. طيب موقف دوت حقيقي موقف محترم جدا من مصر، موقف دبلوماسي مدروس، بتبين ان مصر صديقه لجميع الدول وبتتبنى الموقف الدبلوماسي. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان في الحقيقه كل حرب لها خسائرها من ابرياء، وفعلا كان يعني في الحرب الروسيه الاوكرانيه ابرياء طبعا اكيد. صحيح. لكن هناك بعض المشاهد المزيفه اللي بتبثها بعض القنوات، يعني انا كنت يعني لسه من يومين فقط بتابع بعض القنوات الاخباريه الخارجيه، لقيت مشهد جثث ورا المراسل وفي جثه اتحركت وبعد كده اكتشفوها. ففي فعلا بعض المشاهد المفبركه لتوصيف روسيا بانها المعتدي والى اخره، ففي بعض فعلا المشاهد المزيفه، والمشاهد المزيفه دي بتفكرنا بالاخوان بصراحه يعني. واللي كانوا بيعملوه في رابعه بتزييف بعض المشاهد والادعاء ان في قتل وفي وفي وفي، وفي الحقيقه كان هم المعتدين يعني. صحيح. طيب بشكل عام يعني حضرتك يا استاذه مريان شايفه الاوضاع في روسيا واوكرانيا يعني هتوصل لفين؟ مفيش حد يعني يقدر يجزم او يقول لك اصل ده بكره هيحصل. مفيش حد يقدر يقول لك بكره ده هيحصل، لان مفيش مؤشرات. بس اعتقد ان الحلول الدبلوماسيه هي اللي هتكون المطاف الاخير. يعني خلاص هي روسيا عملت كل اللي هي عايزاه، ودت كارت ارهاب وانا ممكن اعمل واسوي. فاعتقد ان الحلول الدبلوماسيه وبناء على قوه، يعني مش اللي هي بقى ضعف، لا انا جربت وعملت وهددت ونفذت، فانا عاوزه 1 2 3 هيتم تنفيذ رغبات روسيا. والحلول الدبلوماسيه اعتقد هي المطاف الاخير بتنفيذ رغبات روسيا وجهات نظرها يعني في المساله. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذه مريان على التحليل الصحفي الرائع. بشكرك جدا استاذه مريان ناجي الكاتبه الصحفيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتينا، شكرا لحضرتك. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، وكمان حلقتنا انتهت. نشوفكم بكرة وحلقة جديدة، وصباحكم صباح النور.